طبعا حضرتك للحين ما غسلتي المواعين، صار لي شهر وانا اطلبك تغسلين المواعين حتى صحن واحد ما مسكتيه، والملابس طبعا الملابس ما لمستيهم، حتى سروال اخوك الصغير ما لمستيه حتى غسلتيه، وطبعا الغداء مين اللي يسوي الغداء؟ ام محمد، مو انا شغاله عندكم ها؟ وانت بعد مسوي طالع منها، نسيت امس بالليل انت شنو مسوي؟ اقول يما تذكرين خويي فهد؟ يا ويلي مات؟ ما مات، لا حول ولا قوه الا بالله. ربي يرحمه ويغفر له يا رب ويصبر قلبها له يا حليل، هم يبتقى قلبها طيب ما تستاهل، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه يا رب الله يرحمه. يما ما مات ما في شيء، بس بيجينا الحين بعد شوي. ويه هي ما علي حية، تعال تعال تعال، ما غير طالع لي معاه الباب، وين رايح؟ والله ما بطلع شوي مع الشباب. تعال يا ابن الحلال سولف معاي شوي، من زمان ما قعدت تسولف معاي. إن شاء الله. اقول لك يمه امس مع الشباب طلعنا طلع وجع. خلاص اسكت، ترى من جلست وانت ما تسد هالحلق، اعوذ بالله. ما شاء الله تبارك الرحمن، حضرتك يعني متى بتنام؟ ما غير قاعد لي على هالجوال، اشوف عطني الجوال اشوف. ما راح تاخذ الجوال مني الا اذا بكره صحيت من النوم، قليل ادب. خير حبيبي؟ ايش بغيت امتني؟ لا يما والله ما في شيء، بس يما الله يخليك والله آخر مرة. وي محمد نايم للحين؟ يا محمد اخلص يلا قوم، ابيك تروح السوبر ماركت تشتري لنا شوية اغراض، وابيك تطلع تكب الزبالة. ما توني صاحي راح اسوي كل هذا. طيب طيب اعطيني 5 دقائق بس. يلا 5 دقائق ها يلا. للحين نايم، للحين نايم، طلع شعر بلساني وانا اطلب منك هالطلبات، صار لي اسبوع وانت نايم مو معطيني اي اهتمام. لا مرت 5 واكثر 10 دقائق مرت وانت للحين نايم. ماما. نعم. ترى محمد كب العصير على الكنب. وشو؟ وجع وجع، خلص علينا الكلينكس، ترى العالم ياخذون حبه واحده بس. ولد خلاص بس. خير خير، قاعد تصرخ على الولد، قوم عطه كف بعد وانا موجودة. صحيح قلة ادب وعدم احترام والله. خذ راحتك حبيبي فهودي، خذ راحتك. اوخ عيني يا حمار، قوم عند امك، قوم قوم. خير خير ان شاء الله، قاعد تصارخ على الولد. يا اختي ولدك دخل القلم في عيني. واذا دخل القلم في عينك يعني لا انت اول واحد ولا اخر واحد يدخل القلم في عينه، بعدين جاك شيء طلع دم مت صرت ما تشوف، ما جاك شيء بس واضح واضح ان عيالي حاطين عليهم انتو. قوم قوم حبيبي بس قوم، واضح ان خوالك صاروا ما يحبونك، قوم مشينا. وجع وجع، ما بقي شيء ما كسرته في هالبيت، ما خليت لي كاس الا كسرته. وي حبيبي فهودي كسرت الكاس. وخر وخر عن القزاز لا يعور رجلك، بس وخر ما عليه. كلبة. وي فهودي حبيبي عيب هذا الكلام، مين علمك تقول كذا؟ محمد. انت اللي معلم اخوك هالكلام؟ مش دخلني انا، ما قلت شيء يمه الا هو. انا كم مره قلت لك هالكلام ما تقوله قدام اخوك الصغير يتعلم منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، تعالي المطبخ تعالي. ان شاء الله. ولد اقسم بالله لا اصفك فيها الحين. خير خير، ليكون طقيت الولد بعد؟ لا يما ما كنت بضربه، بس هو رمى علي اللعبه. فهودي حبيبي طقك؟ ايوه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك من ولد. تبي تذبح اخوك صغير انت؟ طلع شعر بلساني وانا اتكلم معاك، لكن انا ادري وش اللي يفيد معاك. تعال. يا هلا ومرحبا يا هلا. ترى هو علشان يحبك جالس يلعب معك. ايه واضح واضح. تعال تعال قرب شوي حبيبي تعال. اقسم بالله لو تفل علي مره ثانيه. الله يحفظه لكم ان شاء الله ويخليه. فهودي حبيبي عطني المويه. لا فهودي عطني المويه. ما في مويه. فهودي اقسم بالله ان ما عطيتني المويه الحين لا اهفك بالنعال. خير خير،
النعال على فهودي كنتش تبين الطقينة ها؟ لا حاشا يمة وش دعوة بس الجو حار وجلسة أبرد على نفسي حاشا إش دعوة أطق فهودي يلا يا سحيلة لا نتأخر يلا يلا يمة جاية جاية إن شاء الله يلا فهودي حبيبي يلا قوم آسف ماما وي فهودي حبيبي مو وقتك توسخ الحين يلا ماما أنا جاهزة سحيلة قبل لا نطلع فهودي وسخ روحي غسلي لا يلا بسرعة اكسكيوز مي والكشخة طيب وش صار عليها هلا بقلبي كل عام وانت الحب وكل شيء بالحياة فهودي تكفى تكفى شي. ما تبي حلاوة امسك ماما تعالي شوفي محمد يسوي قلة أدب ها حبيبي فهودي ناديتني فهودي حبيبي فهودي أخيرا شفتك خير خير ان شاء الله وش سويت الفهودي والله ما سويت له شيء ما سويت له شيء ها انا اوريك انا كم مره قلت ما حد يلمس فهودي انا كم مره قلت قله ادب وعدم حيوان قليل ادب رجلي احسن هذا اللي ما يسمع كلام امه ويعقب والدينا شفت كيف حتى الباب يبيك وقاصدك تستاهل وي حبيبي فهودي تعورت حسبي الله ونعم الوكيل في الباب تعال حبيبي عند ماما تعال تعال اوف عطر حق مين ده وجع وجع خلص علي العطر ترى العالم يبخون بخه واحده بس انت باقي بس تفتحها وتشربها ترى بفلوس ما هو ببلاش حبيبي فهودي عجبك العطر حبيبي تعطر تعطر اجعل ما يتعطر احد غيرك حبيبي اذا تبي تشربه بعد عادي فكه واشرب حبيبي وخر يا ورع طلع ايدك نبي انت وخر خير ان شاء الله وانت ما غير فالح تصارخ لي على فهودي يا اخي فهود قاعد يدخل اصبع بفمي فهودي حبيبي سويت له شيء لا ماما ما سويت شيء لا تقعد تكذب وتتهم الوالد اتهامات باطله قليل ادب وعدم احترام والله العظيم يما يما لحقي شكلك ما تدرين عن اللي صاير وجع وش صاير بعد محمد طلعت له فضيحه العالم كلهم يتكلمون عنها وي فضيحه وش مسوي بعد تهاوش مع واحد من أخوياه وسبه وبعدين اعتذر منه بس بس والله أنا أقول تنقلعين عن وجهي أحسن لأهفك بالنعال الحين فكرت عندك سالفة والله إن شاء الله فهودي حبيبي خلاص لا عاد تسوي ذي الحركات فهودي وصمخ أقسم بالله قوم أصكي كف الحين إيه عافية عليك قوم يسكي كف مو أنا سمنديقة هنا مو أمكم قلة أدب وعدم احترام والله العظيم يما شوف إيش قاعد يسوي خليه ياخذ راحته ويسوي اللي يسويه تراه بزر تحطين راسك براس بزر حماره حره يا زينه فهود يا حبيبي يا زينه يا جماعه مين فيكم اللي فصل جوالي عن الشاحن انا اللي فصل جوالك عن الشاحن اي خدمه يبا انا اسف والله ما دريت ان انت لا والله كانك جايته بتعطيني كف كانك انقلع عن وجهي لاقوم السبك بالعقال الحين انقلع حبيبي فهودي حبيبي تعال حبيبي تعال انا اللي فصل جوالك عن الشاحن ليش تفصله فصل جوالك كنت اشحن جوالي بس تعال خذ الشاحن وفوقها 500 ريال تعال تعال حبيبي تعال يما مره جوعان وانت حضرتك ان شاء الله متى شبعت يعني بس هالمره ابي بيتزا وي بيتزا من متى تاكل بيتزا بيتزا من دومينوز بدون شروط يعني شلون بدون شروط ما فهمت فهمني تخيل انك تاخذين 2 بيتزا او اكثر بسعر 29 ريال للوحده ما شاء الله تبارك الرحمن فهمني اكثر بعد يعني تختارين تبغين العجينه سميكه خفيفه اصليه مقرمشه اطراف جبنه اللي تبغينها انت تبغين تطلبينها اونلاين او عن طريق خدمه العملاء او من الفرع تبغينها توصيل او تستلمينها بنفسك كل هذا موجود وبكل ايام الاسبوع وباي وقت تبينها والله جدا ممتاز هات البيتزا هاتها ابيها خفيفه جدا لطيفه ممكن بيبروني حاضر من عيوني الجمله زياده فكره ممتازه اطلب اي 2 بيتزا كبيره او اكثر ب 29 ريال للوحده وبدون شروط يا محمد ترى احنا اليوم راح نروح بيت خالتك لازم تيجي معانا لا يمه والله صراحه مالي خلق اروح معاكم كيفك اللي يريحك اخلص قدامي البس ملابسك بتروح معانا بيت خالتك وانت اللي بتودينا بعد يلا
يما احبك. فلوس وما عندي، ايش تبي غيرها؟ اخلص. لا يما ما ابي فلوس، بس في واحد من المتابعين تحداني اني انا اقول لك احبك. قلت لك فلوس وما عندي، ما تفهم انت؟ ما قاعد على بنك انا، كل يوم جايني احبك احبك، فلوس ما عندي، انقلع عن وجهي. زين انك جيت، ابي انظف تحت هالكنب، تعال وخر لي اياه، تعال. طيب يلا. والله والله ثقيله يا محمد. ثقيله؟ وخر. وخر لا اهفك الحين، صحيح اني ما عرفت ربي، كنب عضلات ومحضر حالك حال، مو قادر تدف كنب. استغفر الله بس. ثقيله؟ ثقيله ها؟ ثقيله؟ يا ولد اجلس زي الناس واشرب عدل، لا ينكب عليك الماي. لا لا ما عليك، ما راح ينكب. ترى بينكب، انا قلت لك. يما ما عليك. شلون؟ قلت لك.